دستور اللي كتعيش العصر ديالها اللي ضروري تطور معنا. ولهذا انا بغي نقول للاستاذ علي حميد الدين محترم داك الكلمه اللي قال ما لايقاش بيك ما خصوش يقولها. سمحوا لي الاخوان المحترمين الملكيه ديالنا ما عمرنا نسمحوا باش نقولوا بلي الملكيه ديالنا عائق امام التنميه، بالعكس بعد الله هي الضامن ديال الوحده وديال الاستقرار وديال التنميه. ولكن ماشي الا قال هذه الكلمه هذه القجوج الا غلط نضو. ولكن استعمل علي حميد الدين مستهدف حسب قناعتنا وعلمنا بالباطل. استعمل علي حميد الدين شاب يعني يصيب الخطيب بحال الناس كنزيد منا والينا لن نسلمه بغير حق. ونرجو المال لان حتى حنا الاخوان الملكيه الا كندير على التبنديق راه عطى الله اللي يبندق. الملكيه ما باغياش اللي يبندق لها، الملكيه باغيه اللي يكون مسؤول في البلاد.